الله مشاهدي الكرام في نشرة هذا المساء. وفي عناوين الليلة نتابع: قمة روسية تركية بين أردوغان وبوتين تستبق اللقاء الروسي التركي الأوروبي حول إدلب، بل سيعود الأطراف لطاولة حوار أم أن إصرار الجيش السوري على إدلب يحسم أمر التسوية السياسية؟ بيرني ساندرز يغضب اليمين في إسرائيل عقب مهاجمة نتنياهو وحديثه عن إمكانية إعادة السفارة الأمريكية لتل أبيب، فهل يخشى اليمين الإسرائيلي إمكانية تولي الديمقراطيين الحكم في الولايات المتحدة؟ تتقدم القوات السورية، يراوغ الروس، لا يتراجع التركي، حال يستمر في محافظة سورية اسمها إدلب، لا يتوصل الأطراف فيها إلى تسوية سياسية ولا ميدانية، فتفاهمات إردوغان وبوتين لم ترى نورا في نفق شكك في مستقبله البعض. سيبحث الرئيسان من جديد الملف السوري في اسطنبول مستبقين قمة تركية روسية أوروبية حول إدلب تدعو بالأساس لوقف إطلاق النار. الرئيس التركي الذي تحدث مع إدارة ترامب وتوقع دعما له في إدلب بات ينتقد الوعودات الأمريكية بذلك، فستسفر المفاوضات من جديد لنتائج إيجابية على أرض يتقدم فيها الجيش السوري يوما بعد يوم. لا البشر ولا الحجر ولا حتى الحيوان سلم من الغارات الجوية والقصف المدفعي بمحافظة إدلب وريفها، ليسقط ضحيتها عشرات القتلى وتصيب العديد من الأشخاص وفقا للدفاع المدني. فقد بدأ العد العكسي للإنذار النهائي الذي أعطاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقوات الجيش السوري بالنفاذ، إنذار من أجل الانسحاب من نقاط المراقبة التركية في منطقة إدلب بحلول الشهر الجاري، يصحبه إصرار على التموضع في إدلب. لن نتراجع قيد أنملة في إدلب، وسندفع بتأكيد النظام خارج الحدود التي وضعناها ونضمن عودة الناس إلى منازلهم. تهديد تركي يأتي بالتزامن مع إحكام السيطرة من قبل الجيش السوري على العديد من البلدات الجديدة في ريف إدلب الجنوبي وإسقاط طائرة تركية مسيرة في سراقب، واستمعارك ضارية بينه وبين قوات المعارضة المدعومة تركيا. وتأتي أهمية ما تم تحريره من مناطق جديدة كونها تشكل العمق المحصن للإرهاب المسلح في ريف إدلب الجنوبي، وهي حلقة وصل بين جبل شحشبو وسهل الغاب من جهة، كما أنها تصل بين ريفي حما وإدلب وبين جبل الزاوية وجبل الأربعين مع سهل الغاب من جهة ثانية. تصعيد روسي تركي يجعل الوضع في إدلب رهينة الوقت، وبانتظار ما سينبثق عن المفاوضات بين الوفد الروسي والتركي بعد ثلاث جولات فاشلة، فيما يتوقع المراقبين خروجها بصفر نتائج. بينما يلوح الرئيس التركي بإمكانية انعقاد قمة رباعية لتباحث الوضع في الخامس من الشهر القادم، يصحبها لقاء ثنائي بينه وبين بوتين. فموسكو تجد أن أنقرة تراوغ وقد أفشلت اتفاقية سوتشي ومحاولة الاتكال على واشنطن، إلى أن الرئيس التركي أعرب عن خيبة أمله بعدم تلقي الدعم من نظيره الأمريكي، ما جعل بعض المراقبين يرجحون سيناريو المصيدة الأمريكية الروسية لإيقاع تركيا في فخ إدلب، معتبرين أن أنقرة تتخذ احتياطاتها وفقاً لما أدلى به وزير دفاعها سابقاً بوجود خطة ألف وباء وجيم. في هذا النقاش أرحب بدكتور يونس بالفلاح، أستاذ العلاقات الدولية من استديوهاتنا في باريس. مرحباً بك دكتور يونس. سيد مهند حافظ المحلل السياسي من تركيا، مرحبا بك عبر خدمة سكايب. وعبر الخط الهاتفي ينضم إلينا سيد أندري أنتيكوف الكاتب والمحلل السياسي الروسي من موسكو. سيد مهند، أبدأ معك. مكررة تصريحات الرئيس التركي بنوايا عدم التراجع في مسألة إدلب، إلى أين سيتجه الرئيس التركي إن بقي الوضع على حاله حتى من نواحي ميدانية؟ مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين. يعني الرئيس التركي قال منذ حوالي الشهر وأوضح معالم الطريق لهذه الأزمة، وأن تركيا لن تتهاون ولن تتراجع في موضوع إدلب، وإدلب بالنسبة لتركيا موضوع هام ومصيري يشكل الملف إدلب تهديدا حقيقيا للأمن القومي التركي، بالإضافة إلى ملف النازحين الذي نعلمه جميعا. عملية السنابل الخضراء المرتقبة نهاية الشهر أظنها يعني برغم الجهود السياسية ووجود الآن
الوفد الروسي في أنقرة والتباحث الآن ونحن نتكلم جاري، ولكن يبدو أن هذه العملية سوف تبصر النور مع مطلع الشهر القادم، لأن الحلول السياسية يبدو إلى حد اللحظة لم تثمر عن أي نتيجة، وأن التعنت الروسي والغطرسة الروسية يبدو أنها لا تتفهم حساسية تركيا تجاه الموقف. وعليه أكد الرئيس أردوغان على أن نقاط المراقبة التركية وقوات النظام السوري يجب أن ترجع إلى ما ورائها، ويجب أن يكون اتفاق سوتشي كاملا واقعا على الأرض، وإلا الحل هو على فوات المدافع. تركيا طبعا لا ترغب بالحرب ولا تسعى إليها، ولكن هو يبدو الخيار الأوحد في هذه الفترة لتركيا، لذلك سوف تقوم به إلا إن حصلت معجزة سياسية وأرى هذا بعيد المنال. طيب سيد أنتيكوف، أنتقل إليك، إلى أين ستميل كفة الروس؟ هل لصالح العلاقات مع سوريا والتقدم العسكري في محافظة إدلب، أم لصالح المصالح مع تركيا وهي كثيرة في الآونة الأخيرة؟ يعني نحن طبعا بحاجة إلى حل وسط، لا يمكن أن نختار في هذه المرحلة بين وأبدا بين سوريا وتركيا، وطبعا روسيا تقف مع الجانب السوري في مكافحته ضد الإرهاب، وتدعم فكرة يعني حفاظ لوحدة الإرادة السورية، عودة إدلب تحت سيطرة السلطات السورية. لا هناك سيناريوهات أو الخيارات أخيرة بالنسبة لموسكو. من جانب الآخر هناك تركيا، وهناك نعم التعاون الاقتصادي عميق، تعاون في المجالات أو في مناطق الأخرى مثل ليبيا. فلذلك إذا فشلت الاتفاقيات أو إذا فشلت التوافق ما بين روسيا وتركيا، إذا لا نستطيع أن نتوافق، حديثك سيد أنتيكوف عن التوازن أو نية روسيا أن توازن في العلاقة بين الطرفين، ماذا يعني ذلك؟ هل يعني على أنها ستقوم باتخاذ خطوات لتهدئة أو وقف تقدم الجيش السوري في إدلب؟ وقف تقدم مقابل ماذا؟ يعني طبعا لا يمكن لروسيا أن توافق على مثل هذه الطلبات التي تصدرها في الوقت الراهن أنقرة. يعني أنقرة تصر على انسحاب الجيش السوري خلف حدود خفض التوتر في إدلب، طلب غير المقبول بشكل كامل. يعني أيضا هناك أنقرة ترفض انسحاب القوات التركية من إدلب وإلى آخره. يعني كيف يمكن أن توافق روسيا على ذلك؟ لذلك أنا أقول بأن الحل هو فقط الحل وسط، وحل وسط يعني قبل كل شيء تراجع التركيا عن الطلبات التي تقوم بها في الوقت في الآونة الأخيرة. طيب دكتور يونس، أنتقل إليك، ما المرتقب أو المتوقع من المفاوضات والمحادثات السياسية؟ أولا بين الطرفين التركي والروسي، ثانيا مع دخول الأطراف الأوروبية من جديد إلى خط المفاوضات بخصوص إدلب. بصراحة المرتقب يعني في، نعم دكتور يونس تفضل. أنا أظن أن المرتقب في هذه المرحلة هي مسألة تسوية بين أو مساومة بين الطرفين، يعني الطرف الروسي وبين الطرف التركي، لكن هذه التسوية يجب أن تتم وفق خصوصيات المرحلة حاليا، بمعنى أنه الاتفاق الذي ربط بين روسيا وبين تركيا اللي هو اتفاق سوتشي، وكان يضمن ويحقق مسألة معينة اللي هي مرتبطة بالهاجس التركي أنذاك المرتبط بقضية الأكراد، هو حاليا يعني يشرف على الانتهاء ولم يعد هذا الاتفاق ساريا. فلذلك خريطة المصالح اليوم بين روسيا وبين تركيا في الرقعة السورية يعني تتعدد مصالحها، قد يكون منها قضية النفط، قد يكون منها البوابة للوصول إلى كذلك إلى البحر الأبيض المتوسط، ونحن نتحدث كثيرا عن الجيوسياسة الغاز في هذه المنطقة، وقد يكون كذلك مساومة اليوم داخل الملف السوري عن طريق الملف الليبي، بمعنى أن البلدين يعني تركيا وروسيا منغمستين كذلك في القضية الليبية، ولديهما
حضور عسكري وتقني وسياسي داخل هذه الرقعة. في نفس الوقت لا يمكن أن نتجاهل أن هناك طفرة على مستوى العلاقات الاقتصادية، على مستوى علاقات بيع الأسلحة، والحديث هنا على منظومة الاس 400 التي شكلت الخبر الأهم خلال صفقات سلاح لسنة 2019. ثم النقطة الأخرى اللي هي النقطة جد مهمة، هي على أن كلما ازداد الرفض الأوروبي لتركيا تضطر تركيا للاتجاه والتوجه نحو روسيا، بمعنى أنه اليوم لم يعد من خيارات من حيث التحالف أو من حيث حتى مسألة العلاقات المتوازنة بالنسبة للطرف التركي إلا روسيا على هذه الرقعة، مقارنة بالاتحاد الأوروبي الذي يرفضها حاليا جملة وتفصيلا، ومقارنة بعلاقات تبدو غير واضحة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة ترامب التي لا تعتمد على منهاج في العلاقات الدولية واضح أو تعتمد على فكرة التحالف. ضعف مؤسسة أو منظمة شمال حلف الأطلسي يؤكد هذه النظرية ويدعم فكرة على أن الخيار الحقيقي أو ما يمكن أن نقول على أن العلاقة بالنسبة لتركيا مع روسيا هي شر لابد منه. نعم، طب أعود إليك سيد مهند، بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من شمال سوريا وبحديث الرئيس أردوغان عن أن الطرف الأمريكي برئاسة ترامب لم يوفي بوعوداته التي نوى فيها دعم تركيا في ملف إدلب، بل هذا أرغم الجانب التركي على التفاوض والتفاوض فحسب مع الجانب الروسي الذي في نهاية الأمر معني بتقدم الجيش السوري وتنفيذ مصالح الحكومة السورية. يعني أنا أختلف مع هذا الطرح، وأختلف أيضا مع الأستاذ من باريس. يعني أرى أن الولايات المتحدة بالرغم من أنها لم تفي بوعودها تجاه تركيا، ولكن دخول الاتحاد الأوروبي على الخط وتصريحات الساسة الأمريكيين يؤكدان على أن تركيا حلف الناتو، وأن أمريكا وأن الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن تركيا. تركيا نعم لديها مصالح مشتركة وكبيرة ومتنوعة، ولكن هذه التصريحات سيد مهند ماذا جاءت على أرض الواقع بفعل أو دعم؟ سوف تأتي. يعني السياسة تحتاج إلى نفس طويل وإلى شيء من الصبر، وليس الاستعجال التكتيكي وردات الفعل. يعني أنا أزعم أن روسيا قد اعتمدت في هذا التصعيد مع تركيا على ردة الفعل الأردوغانية لنسميها، هم يدركون أن الرئيس أردوغاني عصبي المزاج كما حال كل الأتراك، وعلى ما مضى من مواقف تاريخية. ولكن سيد مهند ما فائدة هذه التصريحات كلها؟ يعني التصريحات الأمريكية شاهدنا بومبيو وترامب تحدثوا عن دعم الأتراك، أردوغان يقول بشكل واضح لا أعول على الطرف الأمريكي، أيضا حلف الناتو طلب رسميا منه تدخل عسكريا أعلن عن دعمه السياسي لتركيا لا العسكري. طبعا، لأن تركيا ليست بحاجة إلى دعم عسكري، يعني تركيا ليست بحاجة لا إلى عدد ولا إلى عتاد، هي تحتاج إلى موقف سياسي وزخم من قبل الناتو والاتحاد الأوروبي. وأمريكا سوف ترى قريبا ونرى جميعا أنها سوف تزود الحكومة التركية بمعلومات استخباراتية وبدعم حقيقي، لأن تركيا أيضا قد وصلت إلى نهاية الطريق مع أمريكا كذلك. يعني أمريكا لا بد من أن تختار، إما أن تبقى على الحياد وتنظر وتصرح فقط للاستهلاك الإعلامي، وإما أن تنفذ على الأرض وقائع وبعض الأمور تطمئن بها أنقرة وتجعل أنقرة لا تحيد عن تحالفها مع واشنطن. تركيا تعلم قوة أمريكا وأن أمريكا هي حليف استراتيجي مهم لها، وكذلك أمريكا تدرك قيمة وأهمية وحجم تركيا في الشرق الأوسط ولن تتخلى عنها، ولكن لا تستعجل. يعني النقطة هنا هو استعجال البعض بأن أمريكا لم تبدي أي شيء. أنا أرى أن الأمور في نهاية هذا الشهر ومطلعه سوف تختلف جذريا عما كان في أول الشهر إلى الآن. سيد أنتيكوف، عودة الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الأوروبية إلى خط المواجهة في إدلب، هل هذا سيدفع الروس إلى إعادة بذل الجهد في التنسيق مع تركيا؟ يعني التنسيق موجود، يعني لم يكن انقطاع في ولكنه تنسيق هش سيد أنتيكوف.
هاش صحيح ولكن موجود يعني. لا ننتظر أن الوفد الروسي قد زار تركيا اليوم، وليس هذا التنسيق مع الجانب التركي، هو تنسيق كما هو يعني. فأما الولايات المتحدة الأمريكية، أنا لا أعتقد أن روسيا تخشى من التدخل الأمريكي في هذه المسألة، بسبب أن الكل يدرك تماما بأن بكل صراحة الحليفان الرئيسيين بالنسبة لدونالد ترامب هما يعني إسرائيل في المنطقة والأموال، لا يوجد حلفاء آخرين. وتركيا ليست الحليف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة، بسبب أن ترامب يهتم فقط بالأمن الإسرائيلي ويهتم باستغلال أبار النفط السورية، فلذلك هو متحالف ومتعاون مع الأكراد، مع قوات سوريا الديمقراطية، ما يسمى بالكيان الفيدرالي في سوريا. لا يسعى ترامب أو لا تسعى أمريكا لتقارب من جديد مع الجانب التركي. ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية ربما فقط إبعاد تركيا عن روسيا، زرع مزيد من الخلافات ما بين موسكو وأنقرة، ليس أكثر. فأما الدول الأوروبية، أنا أعتقد بكل صراحة بأن هناك ربما الإرادة لدى الدول الأوروبية لتشارك بشكل أقوى فيما يحصل في سوريا، وطبعا هذا الأمر مرتبط بمسألة اللاجئين، ولكن أنا أعتقد في نفس الوقت بأن من بحاجة أكبر إلى الدول الأوروبية هي تركيا، بسبب أن لا ننسى بأن رئيس أردوغان قد أدلى بكثير من التصريحات، تهديدات غير المقبولة، وهو الآن في مأزق. كيف يمكن أن يخرج من هذا المأزق إلا بدعم الأوروبيين، إلا بالحذية القمة الرباعية ما بين روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا. النجاح لهذه القمة الرباعية سيسمح لرئيس أردوغان أن يتراجع عما قاله في هذه الأسابيع الأخيرة. طيب دكتور يونس، هل يمكن أن تطرح المفاوضات الثنائية سواء بين أردوغان وبوتين والقمة المرتقبة في إسطنبول أو حتى القمة الرباعية حلا لمسألة إدلب المعقدة في ظل تقدم واستمرار تقدم الجيش السوري؟ حتى الرئيس السوري بشار الأسد تحدث بشكل واضح عن أنه لن يتنازل عن معركة إدلب. سؤال جد مهم. أنا أظن أنه هناك احتمالية للحل بين الطرفين، بحكم على أن نقط المشتركة هي أكبر من نقط الاختلاف، وعلى أن المصلحة بحكم أن سياسة الدولتين لا تركيا ولا روسيا تعتمد على فكر براغماتي كبير على الرغم من تصعيد على مستوى التصريحات. وعلما على أن يجب أن ندرك من حيث الجيوسياسة أنه في دراسة العلوم العسكرية إذا أخذنا الجيش الروسي وقارناه بالجيش التركي، ففعليا الفروقات هي كبيرة، لا من حيث القوة، لا من حيث العتاد، لا من حيث التجربة، لا من حيث الخبرات المتراكمة، لا حتى من حيث فكرة الحضور، باعتبار على أن روسيا تعتبر قوة سياسية عسكرية، في حين أن تركيا يمكن الحديث على أنها قوة فقط إقليمية وليست قوة دولية كبيرة. النقطة الأخرى هي على أن فكرة الاتجاه التركي أو الاعتماد التركي على الجانب الأوروبي أو الجانب الأمريكي، يعني الغرب بشكل عام، هنا يجب أن نتساءل إذا كان هناك علاقة تحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، تحالف حول ماذا؟ يعني هناك أكيد أن هناك تفاهمات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، لكن ليست في الملف السوري، بمعنى أن حتى نكون واضحين على أن هناك رغبة لدى الغرب الأمريكي الأوروبي إلى إعادة إنتاج نظام الأسد بشكل جديد، وإخلاء الرقعة الروسية من السورية من كل الأطراف المتواجدة فيها، وأن يظل الطرف الوحيد المتواجد بشكل مباشر هو الطرف الروسي، لأنه بالنسبة للطرف الأمريكي أهم أو على الأقل أخف وطأة من حضور طرف إيراني أو من حضور جماعات أو تنظيمات إرهابية. لذلك فلا أظن أن هناك تفاهمات حول بخصوص هذا الموضوع، باستثناء فكرة أن يكون هناك دعم أو مساندة أوروبية لتركيا فيما يخص قضية اللاجئين، بحكم أن مصلحة الأوروبيين هي في أن تحتوي تركيا على النصيب الأكبر من اللاجئين حتى لا يؤثروا على ديموغرافيات الاتحاد الأوروبي. والنقطة الأخيرة ويجب أخذها بعين الاعتبار هي المرتبطة بمسألة الارتباط التدخل التركي في روسيا بدعم بعض التنظيمات المتطرفة، لأنه هذا
هذه النقطة تستعمل كثيرا في الخطاب الأوروبي وفي أروقة صناعة القرار، بمعنى على أن هذا الدعم بدأ مع انتشار بعض التنظيمات خاصة الفروع التابعة لتنظيم القاعدة ومن بينها جبهة النصرة، وثم أن هذا التدخل لم يفيد القضية السورية بل كان بالعكس كان عبء على القضية السورية، بمعنى أن منذ هذا التدخل بشكل مباشر الحديث هنا على سنة 2015 وسنة 2019 سجلنا التراجع المهول للمعارضة السورية وخسارتها الأهم عاقلها، وكانت البداية في حلب 2016. فلذلك اليوم هو نهاية هذا المطاف مع محافظة إدلب، نهاية لهذا السيرورة التي شكلتها كل هذه السنوات الماضية. وأظن أن مصلحة البلدين تركيا وروسيا فيما يخص قضايا النفط والغاز والسلاح والاقتصاد أهم بكثير من التناحر حول منطقة مثل منطقة إدلب. نعم. طيب سيد مهند أنتقل إليك من جديد. هناك من يتهم تركيا بأنها تخلت عن فصائل المعارضة هناك، إذن لماذا برأيك تارة تتحدث تركيا عن اتفاقات السابقة ومصالحها في إدلب، وتارة أخرى هناك من يتهمها بأنها تخلت بالفعل عن فصائل المعارضة وتنسق مع روسيا بشكل قريب جدا؟ سؤال جيد. يعني تركيا هذا الفوضى الإعلامية اللي يسميها وأنها تحدث عن المعارضة السورية، سيدي لو أن تركيا أرادت أن تتخلى عن المعارضة السورية لرأينا الأسد في خلال أسبوع من الزمن بمساندة روسيا قد استعاد كل الأراضي السورية تحت جناحه بقوة الروس، ولكن تركيا ترى في أن النظام السوري قد فقد شرعيته وأن المعارضة من حقها أن يكون لها داعم ودافع، لأن التنكيل بالأبرياء هذا لا تقبله تركيا. نقطة مهمة أثارها ضيفك أنا وهي أن منطقة مثل إدلب لن تكون عقبة أمام المصالح الروسية التركية. هذه المنطقة التي فيها بين 4 إلى 5 مليون نسمة فيها من التعقيدات الإيديولوجية والتشابكات الفكرية تشكل خطرا كبيرا على تركيا، أظنه إن لم يكن أكبر من خطر حزب العمال الكردستاني أو الـ YPD سيكون بنفس المقدار. لذلك تركيا إدلب بالنسبة لها خاصرة رخوة، عليها بسرعة أن تستعيد زمام الأمور في إدلب، وإلا لأصبحت تركيا مرتعا للإرهاب. طب على ماذا تعول تركيا بتفاهماتها مع روسيا إن كان هناك طرف سوري يريد حسم ملف إدلب وطرفا روسيا يدعمه في ذلك؟ تركيا تعتمد كما قلت لك من حيث الميدان تعتمد على قوامها وعلى قواتها العسكرية، ولكن من حيث السياسيات تعتمد على حلفائها وعلى أصدقائها الذين يدعمونها سياسيا والذين هم مجبرون على دعمها. يعني الاتحاد الأوروبي ليس لأجل أو محبة في تركيا طلبوا الاجتماع الرباعي، وإنما خوفا كما ذكر ضيفك على ديموغرافيتهم وعلى تعدادهم السكاني وعلى تركيا أن تتحمل هذا التغيير. هذا لن تقبله تركيا. يعني يكفي تركيا ما تواجهه في الداخل التركي من ضغوطات من المعارضة ومن المواطن التركي بسبب استضافة السوريين الأوائل منذ 2011 وحتى الآن. لذلك تركيا أعلنت بالخط العريض أنها لن تستطيع أن تتقبل أي موجة نزوع أخرى ولو كان عددهم بالآلاف، لأن ذلك يشكل خطرا داخليا على حزب العدالة والتنمية. نعم. ومن ثم قد تفقد تركيا برئاسة أردوغان وحزبه دفة القيادة التركية، أي أن حوالي 20 سنة من العمل الجبار ووجود تركيا كلاعب إقليمي قوي في المنطقة كل هذا سوف يذهب سدى إذا ما لم تنقذ تركيا إدلب وتضع النقاط على الحروف فيها. لذلك لن تتخلى تركيا لا عن المعارضة ولا عن إدلب. طيب سيد أنتيكوف، واضحة هي المطالب التركية، هل ستسمح موسكو بأن تفجر محافظة إدلب وخلافاتها وتناقضاتها التفاهمات مع الجانب التركي حتى بخصوص ملفات كثيرة، ونتحدث عن ليبيا ونتحدث عن صفقة الاس 400 وكل التعاون الذي تسارعت وتيرته في الآونة الأخيرة؟
بصراحة هذا السؤال ليس تجاه روسيا، هو سؤال تجاه تركيا. يعني بصراحة نعم هناك إسربانية، هناك تعاون في ليبيا، وكل تفكك في تفاهمات ما بين الجانب الروسي والتركي في إدلب سينعكس سلبيا على كل تلك الأمور. ولكن أيضا لا ننسى أن هناك تعاون اقتصادي ما بين روسيا وتركيا، ويعني أنا أعتقد أن الخسائر التركية من تفكك في العلاقات ما بين دولتين هو انعكاس سيكون اكبر بالنسبه لتركيا، بسبب ان روسيا تستورد المواد الزراعيه. تركيا هناك ملايين السواح الروس يزورون تركيا سنويا. وانا اود ان اذكر مساله ما بعد او ما حصل في نهايه عام 2015 عندما تم اسقاط الطائره الروسيه من قبل الجانب التركي، وقد فرضت روسيا العقوبات على تركيا، وكان هذه العقوبات صعبة جدا بالنسبة لأنقرة، وأنقرة طلبت بعد ذلك حتى بعد عفو يعني بعد تحسين العلاقات طلبت وبشدة من قبل الجانب الروسي أن ترفع تلك العقوبات. فلذلك ليس على روسيا اختيار ما بين يعني تعاون مع تركيا و لضيق الوقت. أشكرك سيد أندري أنتيكوف المحلل السياسي الروسي، كنت معنا عبر خط الهاتفي. أشكر دكتور يونس بالفلاح عبر استديوهاتنا من باريس، وأشكر أيضا سيد مهند حافظ المحلل السياسي عبر خدمة سكايب من تركيا. مشاهدينا الكرام، دعونا نخرج إلى فاصل قصير ونواصل نشرة هذا المساء في موضوعنا الثاني حول تصريحات المرشح الديمقراطي الأمريكي بيرني ساندرز بخصوص إمكانية نقل السفارة الأمريكية إلى تل أبيب إن فاز في الرئاسة الأمريكية. فابقوا معنا.